مشاهدينا متابعينا بداية الشوط الثاني من أحداث هذا اللقاء. لوكاس مورا، كانتي، ماتويدي بيقطع الكرة، سيرجو، تسويبة من أغويرو، يا الله أغويرو يضع الكرة في الشباك. مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر ندية، لكن واضح الاستسلام تماما في هذا اللقاء. عدة تمريرات في عرض الملعب بانتظار تغرب، بانتظار كرة بينية. يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. بوجبا بيلعبها، حارس يوقف الكرة بشكل ممتاز. محمد صلاح، ملعوبة إلى صلاح في الجناح. بليز ماتويدي، كرة متاحة للتسجيل، مستحق الكرة في الشباك، لكنهم ما زالوا بعيدين وبحاجة للمزيد من الكرات. في الإعادة نشاهد حارس المرمى كاد أن ينقذ مرمى كان قريبا، لكن اللمسة لم تكن كافية لإبعاد الكرة. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى من نقطة البداية. لوكاس مورا، كرة لا تمر من بول بوجبا، سامي خضيرة، جابريل جيسوس، عمل جيد في قطع الكرة. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. نصف ساعة تفصلنا على سطرة نهاية المباراة. سامي خضيرة، كانتي، الكرة بتتخلص. اوهو، تدخل خاطئ، قد يخرج الحكم الكرت الاصفر الان. انذار يوجه للاعب، راح يزيد الضغط عليه فيما تبقى من دقائق. دان بينية ممتازة خلف المدافعين من ستورج، الآن يجد الحلول بتحرك زملائه، البحث عن تقليص الفارق، كرة في مكان، مستحيل، الله على الكرة، على اللعبة، شوف وتعلم، الله على النهاية، على الأسلوب. في حدث مهم للاعب، هذه تصويبة، القائم يتصدم. كانتي، العارضة تتدخل، تمنع هدف زيادة. خطأ على كانتي، بطاقة صفراء لكانتي. كانتي من مسافة بعيدة، شوف اللقطة، شوف الكرة، صعب هذه الكرة تدخل. حكم يحتسب ضربة زاوية، بيلعب الكرة الوسط 18، كولو كانتي، يا رباه، الكرة في المرمى، الله على التسديدة، الله على قذيفة، الكرة بتغلط حارس المرمى، تستقر في الشباك. نشاهد كيف كانت التسديدة دقيقة وقوية من مسافة بعيدة، استقرت في شباك حارس المرمى، من مسافة بعيدة استقرت، قذيفة صاروخية سكنت الشباك. إعادة للكرة العابرة للقارات التي اختصرت كل المسافات ومرت من الجميع. بول بوجبا، يسترد الكرة في منطقته، مقطوعة من بوجبا، يضرب، تركيز كبير من المدافعين في انتظار ركنية. بيلعب الكرة إلى منتصف ال 18، كرة بتبعد من مناطق الخطر. واضح غياب التركيز عند التمرير سبب انقطاع الكرة. كرة بعيدة عن الجميع بعد هذا التدخل.
بينية ممتازة خلف المدافعين من ستورج. بول بوغبا شوف استعادة الكرة. أوه الحكم يشير إلى ضربة جزاء. أوه الحكم يحتسب ركل جزاء في هذه اللحظات، فرصة محققة للتقدم في النتيجة. الكرة تخادع حارس المرمى، الشباك تتحرك في حدث مهم للاعب بظهوره رقم 100 مع ناديه، يترك بصمته ويسجل هدفا يحمل اسمه. كان التنفيذ مثالي لضربة الجزاء والكرة استقرت في المرمى. ضربة جزاء بهدوء اعصاب رائعة جدا. نستأنف اللعب الان ونواصل هذه المباراة. تسديدة مميزة، كرة تقف عند حارس المرمى بدون اي مشاكل. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. كرة خارج السيطرة. يا سلام على هذه الجماهير، انظر إلى المدرجات، استمع إلى الأهازيج، إلى التشجيع، شوف المعنى. جيسوس بيلعبها. حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة. لعبة مقصية، كرة على الطاير لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة. أمام مساحة كبيرة لاستغلالها الآن. الكرة لا تمر. 7 دقائق على نهاية هذه المباراة. سامي خضيرة. تمريرة باتجاه الجناح. بليز ماتويدي. كرة بتتخلص من المنطقة. دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة. الإثارة تتواصل حتى النهاية مع مباراة مثيرة بين الفريقين. محمد صلاح. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. بليز ماتويدي. بول بوغبا. كرة بتضرب الخط الخلفي. هجمة ضاعت بدون أي خطورة. سيرجيو أغويرو. فرصة لكرة مرتدة سريعة. قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. بعد 90 دقيقة لعب نصل إلى نهاية اللقاء. مباراة هجومية رائعة، شكرا للفريقين على مباراة اليوم. إيقاع سريع جعلنا نستمتع بالمباراة على كل المستويات. بالنسبة لأداء بول بوغبا في مباراة اليوم، تمكن من تسجيل هدفين، ساهم أيضا في فوز فريقه، والجماهير راح تكون راضية عن اللي قدمه، هو نفسه أيضا سيكون سعيد بمساهمته.